لكن انا هقول لك حاجه بسيطه. طب اللي على الجداريات دي ايه؟ اه تعالى بقى نتكلم. اول حاجه يا فندم، عندنا عيد كان بيحصل في الشرقيه، تمسكي بقى الاعياد، ها يجروا على نهر النيل، حاجه عجيبه. ايه فكره ان انت كل ما يحصل لك عيد، انا بكلمك بقى في 2019 في القرن بقى ال 2021، تروح جري على الميه. انت مش ملاحظه ان دي حاجه عاده عندنا يا مصريين؟ ده انا مره كنت 6 اكتوبر دي. هذا اليوم العظيم في تاريخنا، والناس برضو واخده قوارب وفي الاجازه وطالعين في الميه. صح. في نهر النيل. ايه ده؟ ايه العلاقه الحضاريه اللي جوه جيناتك دي اللي انت مش عارفه تشرحيها؟ ان في اي حاجه تروح واخدين مركب وطالعين على الميه، او اللي عنده الامكانيات بيطلع على الساحل او بيطلع على البحر وهكذا. ايه دي؟ انا اقول لك ايه دي. هيرودوتس الراجل اليوناني اللي جه زار مصر يسموه هيرودوت 400 قبل الميلاد، بيقول لك ويذهبوا على قواربهم ويغنوا ويصفقوا ويغنوا الاهازيج والاناشيد. رايحين فين؟ ماشيين رايحين ناحيه الشرقيه. رايحين في الشرقيه فين يا عم؟ رايحين في حته اسمها تل بسطة. ايه بسطة؟ قال لك لان في هناك معبد للقطه، بسات الالهه بسات. اشكرك احسنتي، اللي هي القطه. ففي قراءاتي في ال 38 سنه اللي فاتوا انا اقول لك اكبر عيد حضروا بشر في تاريخ مصر كان عيد القطه. لان حضروا 700,000 من الرجال والنساء ولم يحصل اطفال. يعني تتكلم على مليون وي. فين؟ تل بسطة. بصي بقى العظمه. تل بسطة دي اسمها دلوقتي في الزقازيق، حلو؟ الشرقيه اللي احنا بنسميها الاقصر الشمال لان فيها اثار كتير قوي زي الاقصر، فنسمي الشرقيه الاقصر الشمال. تمام. تل بسطة. بير بسطة البيت بتاع بسط بتاع القطه اللي حضرتك ذكرتيها. بير بسط، بير يعني بيت. بير البيت الكبير. يبقى فرعا فرعون، يبقى اصل كلمه فرعون يعني البيت الكبير اللي هو القصر. البيت الابيض قرر، الباب العالي طلع الفرمان الاتي. البيت الكبير قال، البيت الكبير هو الملك. يبقى دي من ضمن الايه الحاجات اللي بنستخدمها. طيب فنرجع مرجعنا، يقول لك بقى تعالي العيد والاكل والعيد والميه. الميه وفهمنا. طب والاكل؟ كل عيد احنا لازم فيه اكله مرتبطه بيه. بص يا فندم، المصري القديم عشق حاجه اسمها خص. وكمان عصره ونزل منه زيت استخدمه في الطب. عشق حاجه اسمها بصل، البصل الاخضر الطويل ده، وبالمناسبه ده ريلاكسن كمان، يعني بيستخدم كمان في التهدئه. المصري القديم اكله ورسمه. اقدم ماكوله اكلها الانسان في تاريخ مصر من 18,000 سنه كما قال لنا كالت نات ومكتبه اسكندريه في البحث بتاعهم، الكتاب بتاعهم الجميل، حب العزيز. لقوه في الاجساد اللي من 18,000 سنه، يعني قبل الهرم وقبل الهيروغليفي وقبل توحيد القطرين وقبل الملك نعر مر اللي احنا نسمينه ارض. حب العزيز. تشوف الفيلم الابيض واسود عشان تتكلمي على استمراريه الحضاره عندنا، تلاقي الراجل الجميل عبد العزيز محمود بيقول لك حب العزيز الربع بقرش. الاغنيه الشهيره بتاعته. انت كده جيناتك مستمره بشكل عبقري.